أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. هذه الحلقة نتابع فيها آفاق التحول الديمقراطي في السودان بعد نهاية الحرب وإمكانية بناء دولة مدنية ديمقراطية. على هذه الخلفية سنلقي نظرة على رؤية الدعم السريع للحل الشامل في السودان والتي أثارت العديد من ردود الفعل. في هذه الحلقة يتحدث دكتور إبراهيم مخير، عضو مجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع. كل ولاية تحتفظ بثرواتها وتستثمرها بالطريقة اللي بتشوف أفضل في ظل حاجة التعاون يعني. ويتحدث لنا أيضا دكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق. هذا منحة سوف يعقد المشهد أكثر مما أنه يساهم في اختصار الطريق لي الخروج بحل. وكالعادة أتحنا الفرصة لعدد من متابعي راديو دبنجا للتعليق على هذه الرؤية. الدعم السريع خان القسم الذي أداه عندما تخرج أفراده من التدريب وارتدوا الزي العسكري. 67 سنة فيها تمييز عنصري وفيها تمييز قبلي وفيها تمييز انفصالي وفيها تمييزات كثيرة، فيها أخطاء. 97 سنة طالما في مجرمين منفلتين من الأخاف ما في حل بيجي. المكان اللي هو مسيطر فيها تلقاه ممزقة، كيف أنت تجيب ديمقراطية بهذه الصفة؟ فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. أثارت رؤية الدعم السريع للحل في السودان العديد من ردود الفعل على المستويين السياسي والشعبي. وصف تحالف قوى التغيير الجذري الذي يقف على رأسه الحزب الشيوعي طرح قوات الدعم السريع رؤية لحل أزمة السودان بأنها محاولة لكيان سياسي مسلح. وتضمنت رؤية الدعم السريع التي طرحها الأحد قضايا التفاوض وتأسيس الدولة، مقترحا تشكيل جيش مهني جديد من الجيوش المتعددة على أن يكون نظام الحكم مدنيا وفيدراليا. وقال التحالف في بيان له إن خروج الدعم السريع بمثل هذه الرؤية السياسية هي محاولة مفضوحة لتكوين قوى سياسية مع التقوي بحمل السلاح ضد منافسيه والدولة والشعب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. ننتقل أعزائي مباشرة لمساهمات متابعي راديو دبنجا في هذه الحلقة. حول رؤية الدعم السريع لحل قضايا السودان، ما طرحته رؤية الدعم السريع من رؤية للحكم في السودان يستوجب الإجابة على ثلاث أسئلة. أولا، ما هي الصفة التي تخول للدعم السريع الخوض في شؤون الحكم والدولة في السودان؟ ثانيا، الدعم السريع خان القسم الذي أداه عندما تخرج أفراده من التدريب وارتدوا الزي العسكري، وهذا ما فعله قائدهم حميدتي نفسه الذي أدى دا غسم الطاعة والولاء للسودان، أي هم الآن ميليشيا تحارب الوطن، فمن أين لهم الشرعية للحديث باسم السودان؟ ثالثا، كيف يحق لأشخاص معظمهم مرتزقة تم شرائهم بالمال لتنفيذ أجندة لحكومة مرتهنة أن ينصب أنفسهم حمال الوطن؟ زيد على ذلك، الحكومة التي أسست الدعم السريع حكومة البشير وصلت إلى سدادة الحكم بانقلاب عسكري، يعني هي نفسها فاقدة للشرعية، ما أشبه اليوم بالبارحة. السلام عليكم. بالنسبة لرؤية حل حق الدعم السري بالنسبة للدولة السودانية وبحث عن ديمقراطية وإلى آخره، طيب السؤال ليس له إجابة، أو السؤال المتناقض دائما، مثلا إذا كان الدعم السري هو مسيطر على جهة معينة، طيب لماذا لا يبسط الأمن في الجهة المعينة اللي هو مسيطر عليها؟ مثلا إذا كان مسطنا دارفور، كل الولايات انتحكت، كل الولايات حصلت فيها إبادات جماعية، من ترفعه كل تلقى شنو انتحاكات بأنواع مختلفة. إذا كان مسقط من جانب الجيش، الولايات الشرعية مثل من الخرطوم لما تجي مدني الجزيرة مثلا، تجي المدني القداري كسلا، كلها فيها أمن واستقرار. إذا كان هو صحيح عايز حل كان هناك وبرضه يبسط أمني هناك ويتكلم ويجمل الناس عليه، لكن هو
المكان اللي هو مسيطر فيها تلقاه ممزقه. كيف انت تجيب ديمقراطيه بهذه الصفه؟ انا رايي ومقترحي ان الدوله السودانيه محتاجه للرجل يكون لا بعرف شمال من جنوب، لا بعرف جنوب من شرق، لا بعرف مسلم من مسيحي، لا بعرف اسود من ابيض، يشمل كل اولاد السودان والشعب السوداني، ويسير امور الحكومه وامور الدوله الى المستقبل الطويل يعني. لكن السودان اذا كان احنا قلنا نختصر لمدى 67 سنه الماضيه، 67 سنه دي كلها اخطاء، 67 سنه فيها تمييز عنصري وفيها تمييز قبلي وفيها تمييز انفصالي وفيها تمييزات كثيره، فيها اخطاء 97 سنه. حرام 97 سنه السودان حاكمنا اولاده، ولليوم السودان افقر دوله، وهو من حيث الموارد ومن حيث البنيه التحتيه ومن حيث كل ما فوق من ذهب وبترول وزراعه ومويه، اغنى دوله في العالم. يمكن نميز اغنى دوله، نحن كسودانيين نميز اغنى دوله، واليوم يكون يتميز افقر دوله، حرام والله. كانت هذه بعض مساهمات متابعي راديو دبنجة وآرائهم حول رؤية الدعم السريع. وكتب إلينا أيضا النعيم أحمد عبد الكريم عبر الواتساب قائلا: رؤية الدعم السريع للحل رؤية ممتازة وتناولت الأزمة السودانية من جذورها، ونحن ندعم هذه المبادرة، ولازم الدعم السريع يسعى لتنفيذ هذه المبادرة بوضع خطة لإنهاء الحرب عن طريق التفاوض، ولازم يقدم تنازلات من أجل الحفاظ على دماء وممتلكات هذا الشعب. رؤية للحل لازم الدعم السريع والجيش يستمعوا لرأي الشعب ويوقفوا الحرب عن طريق التفاوض في منبر جدة، ويشركوا المدنيين في التفاوض، وعلى الأحزاب السياسية تكوين جبهة عريضة تشمل جميع الأحزاب السياسية عدا المؤتمر الوطني، ولازم يقبلوا ببعضهم ويقدموا تنازلات ويشكلوا حكومة مدنية انتقالية مكونة من تكنوقراط مهمتها إدارة الفترة الانتقالية والتجهيز للانتخابات ومعالجة آثار الحرب وإصلاح الاقتصاد. شكرا جزيلا النعيم أحمد عبد الكريم أحمد. من ناحية أخرى كتب دكتور بكري جاك معلقا على رؤية الدعم السريع: قوات الدعم السريع إذا كانت جادة في هذه الرؤية وإنها ليست مجرد موقف تفاوضي، فهي تسعى إلى تحقيق هدف إعادة هندسة الدولة السودانية عن طريق المبدأ الثالث الذي يتحدث عن الفيدرالية المتدرجة غير المتماثلة التي تعطي بعض الأقاليم وضعية أقرب إلى الحكم الذاتي دون غيرها من بقية الأقاليم أو الولايات. ولكن يبدو أن الاستراتيجية هي تقسيم السودان أولا عبر السيطرة العسكرية، ومن ثم البدء في عملية تفاوض ندية بين ثلاث سلطات. وإذا صحت قراءتي والكلام لدكتور بكري جاك، وإذا صحت قراءتي وتحليلي مبني على معلومات توفر بعضها من مواقع ساتلايت ترصد حركة القوات على الأرض، فأعتقد أنه في الأيام القادمة ستقوم قوات الدعم السريع ببسط سيطرتها على ولايات دارفور الخمس، ومن ثم ولاية غرب كردفان وشمال كردفان. والمعارك التي تدور الآن حول الأبيض المحاصرة منذ مدة تؤكد وجاهة هذا التحليل. خلال ذلك تقوم قوات الحلو بالسيطرة على ولاية جنوب كردفان وتوسيع رقعة الأراضي التي تحت سيطرتها، وهذا ما يفسر هجوم الحركة على كادوغلي دون شرح أو تفسير استراتيجيتها في ذلك. وسيكون التقسيم على النحو التالي: الجيش وبقايا الإنقاذ يسيطرون على 9 ولايات، وهي نهر النيل الشمالية، البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض والنيل الأزرق، بينما يسيطر الدعم السريع على 7 ولايات هي شمال وجنوب وغرب والشرق ووسط دارفور، بالإضافة إلى شمال وغرب كردفان، على أن تسيطر قوات الحلو على جنوب كردفان وتترك الخرطوم كساحة للنزاع. هذا السيناريو سيجعل رؤية الدعم السريع أمر واقعي وليس موقف تفاوضي. حول هذه النقطة المتعلقة بالفيدرالية، أجرى راديو دبنجة في وقت سابق من هذا الأسبوع حوار مع دكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع، اخترنا لكم من المقابلة هذا الجزء. ونحن اقتراحنا كان في أنه كيف نعيد السلطة والثروة للسودانيين. قلنا في طريقتين، الطريقة الأولى أو في جناحين، الجناح الأول هو أنه يعني يحصل
إعادة تنظيم للدولة يحصل فيدرالية، أن كل قطاع في الدولة، كل ولاية، كل إقليم يأخذ الحرية بتاعته في أنه هو يعني يسيطر على الثروة الموجودة في إقليمه ده، ويسيطر على القرار في أنه يعيش كيف، مجتمعه والقوانين اللي بتهمه بتناسب خصوصيات المجتمعات المختلفة في الأقاليم دي. وبالتالي اللامركزية اللي هو ممثلة في الفيدرالية، ثم هنالك النشر الديمقراطية اللي هي فتح الباب للمشاركة تحت السودانيين كلهم عبر الانتخابات، لأنهم هم يختاروا منه من الناس اللي هم يهتم بمعايشهم ويقدم لهم الخدمات المناسبة. دي فيما يخص نحن الأسس بتاع الرؤية دي جاي من وين؟ نعم، يمكن الدكتور الرؤية دي يعني قبل ما نمشي للسؤال الثاني، الرؤية دي يعني حسب ما ذكرت كثير من المواطنين السودانيين يعني بنادوا إنه يعني دولة 56 يجب أن تنهار وتكون في دولة جديدة. فعلا هو الأساس. أنا ما فهمت السؤال، إذا أنت قصد أنه إحنا ما دولة 56 قلنا وكوننا تفكير دولة 56 دولة مركزية. نعم. سيطر على نخب مركزية. نعم، يعني التفكيك لدولة 56 وترتيب الدولة من جديد على أساس فيدرالي، ونشر المزرعة اتخاذ القرار في مشاركة الناس مع بعضهم عن طريق الديمقراطية. نعم. أنت محتاجة للديمقراطية ويش؟ عشان الناس كلهم يتشاركوا في اتخاذ القرار، ومحتاجة للفيدرالية عشان الناس تنقل لها السلطات بتاعت أنها هي تعيش كيف بالطريقة المتناسبة في مجتمعاتها. نعم. يعني نحن تكلمنا عن حاجة اسمها الاسيميتريكال الفيدرالية، اللي هي الفيدرالية غير المتناسقة، يعني أو المتجانسة. يعني ممكن أديك أمثلة، مثلا من كندا، كندا فوقها جزء بيتكلم بالفرنسي وجزء بيتكلم بالإنجليزي. نعم. دي اللي اختاروا أنهم هم اللغة الرسمية بتاعتهم الأولى هي تكون الإنجليزية، ودي اللي اختاروا أنه يكونوا الاثنين الفرنسية وهم عايشين مع بعض كويس. نعم. ذلك ممكن أديك مثال عن إيطاليا. إيطاليا مثلا فوق بعض الولايات الضرائب فوق 100% بيدوها للبلدية بتاعتها وبتصرفها بالطريقة اللي هي بتشوف مناسبة للولاية بتاعتها كويس. نعم. إحنا أنه في بعض الولايات الثانية يكتفي ب60%. فهمت كيف؟ نعم. دي مثال. أندونيسيا فوق بعض الولايات يعني كان فوق يعني إيش مشنو عندها خصوصية، عندهم جنس معين، عرق معين، بدارين اختارهم شكل معين من السياسة في داخلهم، وهم بياخذوا الفرصة دي، بيدوهم الفرصة دي بدون ما يحصل تفكك. يعني هي وحدة، يحصل وحدة في ظل دستور واحد، وناس لاتين بتدي الناس فرصة فأنهم هم مساحات لأنه يتنفسوا فوقها. عندك الهند مثلا وكشمير، برضو الهند أدت كشمير فرصة أكبر فأنها هي تتخذ قرارات وأنها هي تكون قائمة، شف قائمة بذاتها بدون ما هي تفقد وحدتها مع الهند. ده طبعا بتيح شنو؟ بتيح لأنه الناس يتعاونوا مع بعض. يعني إذا أنت عندك حياة في دارفور بالسهولة لما يكون يحصل تعاون مع ولايات شرق السودان، يكون ما عندك مشكلة في تصدير كل المنتجات اللي بتجي من دارفور إلى إيش مش نوع عبر بورسودان. عايز التعاون يعني رسوم أقل لو أنت طلعتيه عن طريق دولة ثانية. فالتعاون بين الولايات المختلفة مع الاحتفاظ بالخصوصية بتاعتها ومع الاحتفاظ ببعض السلطات القضائية والتشريعية، لكن مشاركة عامة في الأهداف القومية. يعني إذا أنت مثلا عندك أنه أنت محو الأمية مثلا، هذه مسألة قومية، فالولايات كلها بتتعاون في مع بعضها في أنها هي تحقق الهدف القومي ده، ومكافحة الجوع مثلا، الفقر، دي كلها حيات ممكن الناس يتعاونوا فوقها في إطار واحد. لكن ما بي ما ما بي ما بيعني أنه كل ولاية تحتفظ بثرواتها وتستثمرها بالطريقة اللي هي بتشوفها أفضل في ظل هذا التعاون. يعني
يعني دارفور في فائض من الأموال ممكن تستثمرها في مشاريع مثل الجزيرة. مشروع الجزيرة ممكن يكون بدل ما أنت تستلف قروش من برا من البنوك الخارجية وتكون فيها أرباح عالية وبتاع، أنت ممكن هذه الفوائد من الأموال تستثمرها في الجزيرة في مناجم الزحف في الشمالية، وهكذا يتعاون الناس بالخبرات وبالكفاءات المختلفة في أنهم هم ينموا نفسهم. من المهم جدا أنه السودان ده حتى قبل الدولة الحديثة دي ما تقوم القبائل والشعوب الجاد عاشت في السودان ده عاشت برضاها، وهي جاد أساسا في المنطقة دي وعاينوا كل زول لبعضه ولقى أنه في مصالح مشتركة بيناتهم، إذا ده بيزرع عليه وده بيرعى عليه وده بتاجر له، لقوا وده دي خبراته متراكمة في هذا المجال، عشان كده الناس دي عاشت في السودان حتى قبل ما يجوا الإنجليز وعملوا لنا الدولة الحديثة. نعم. ما ننسى كمان في التاريخ بتاعنا موجودة الثورة تحت الأنصار اللي هم القبائل المختلفة توحدت مع بعضها واستطاعت أنه يعني تطرد الاستعمار من السودان، كمان استطاعت أنها تكون أول دولة في الزمن الحديث مستقلة في أفريقيا والوطن العربي في المنطقة دي. فبالتالي تعاون الناس مع بعضهم في ظل الاحتفاظ بالخصوصية هو أحدث نظام موجود في العالم، ونحن بنفتكر أنه هو بيناسب السودان والسودانيين. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. ونختم هذه الحلقة أعزائي بتعليق الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق يعلق لنا على رؤية الدعم السريع. طبعا قدم الدعم السريع رؤية سياسية للأزمة السودانية وأزمة الحرب ووقف الحرب وتصوراته لمرحلة ما بعد الحرب، وهذه الرؤية هي امتداد ل يعني حراك وخطاب سياسي يعني منذ أكثر من شهرين بدأ يظهر عبر الممثلين والإعلاميين اللي بيعبروا عن جماعة الدعم السريع. وسبق ذلك تكوين لجنة سياسية للاتصال بالقوة السياسية من الدعم السريع، وكذلك خطاب يعبر عنه بأشكال مختلفة ولكنه يتمحور حول دولة 56 والخطاب الهامش والمركز وغير ذلك، وهو المظالم الأطراف ومظالم الاجتماعية والمظالم السياسية وغير ذلك، وهو محاولة من الدعم السريع أن يجترح لنفسه برنامج سياسي. أخيرا بعد هذه الأسابيع العديدة خرجت رؤية الدعم السريع السياسية، وهذا منحة سوف يعقد المشهد أكثر مما أنه يساهم في اختصار الطريق للخروج بحل للأزمة السياسية القائمة. الأزمة الحالية أزمة حصلت داخل معسكر السلطة الانقلابية التي كان جزء منها الدعم السريع نفسه، وظل الدعم السريع طيلة فترة ما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر على السلطة المدنية الانتقالية، ظل الدعم السريع مصطف بشكل قريب جدا من المكون العسكري الذي كان يعمل على عرقلة الانتقال المدني الديمقراطي، وهذا واضح من المواقف قيادته ابتداء من قائد الدعم السريع والآخرين. وبالتالي هذه الرؤية السياسية هي محاولة لأن يعطي محتوى لسياسي لهذه الحرب،
ولكن في هذه الحالة خطورة هذا الأمر إنه الدعم السريع سوف يتحول من مطلب أن يظل هو قوة نظامية ضمن الأجهزة الأمنية للدولة الموروثة من النظام البائد ومحتاجة إلى ترتيبات معينة لاحتوائها ضمن عملية الإصلاح الأمني الشامل لكل المؤسسة النظامية في الدولة، يتحول الآن إلى قوة سياسية مسلحة. وفي هذا فالدعم السريع لن يختلف عن مجموعة الحركات المسلحة السابقة بالنسبة له، والتي كان يحاربها من معسكر النظام البائد في دارفور أو في جنوب كردفان على سبيل المثال. وهذا يدخل يعني الدعم السريع وقيادة الدعم السريع في تناقض مع نفسها، لأنها ستتحول إلى حزب سياسي مسلح، بينما المطلب وشعار المرحلة وأهداف الثورة السودانية هي تحول سياسي مدني يؤمن لديمقراطية مستدامة، وبالتالي هذه لا تعبر عنها القوة المسلحة. بالتجربة هذه القوة المسلحة لا تؤمن بالوسائل السلمية ولا بالمدنية ولا تؤمن بالديمقراطية وإلى آخره. فهذه الرؤية تضع الدعم السريع أمام خيارين، إما أن يتحول إلى حزب سياسي ويضع السلاح، أو أن يعني يتمسك بكونه قوة نظامية ويتنازل عن أي توجهات سياسية. التوجهات السياسية مكانها المؤتمر القومي الدستوري الذي يجمع المكونات السياسية السودانية، وليس ضمنها المنظومات المسلحة العسكرية. ولذلك هذه الرؤية بغض النظر عن محتواها ومن يتفق معها أو يختلف معها كاملا أو جزئيا مهما كانت وبغض النظر عن مضمونها، ولكن ينبغي للذين يعبرون عن الدعم السريع وقيادة الدعم السريع بشكل خاص أن تستدرك إنها قوة مسلحة موجودة بقانون يعني بقانون القوات النظامية، وبالتالي ليس من أجندتها أن تكون لها رؤية سياسية خاصة بها متعلقة بمستقبل البلد، وإلا فإننا سنحتاج إلى أن يكون لدينا حزب الله السوداني على نموذج حزب الله اللبناني. وإذا تم التأمين على هذه الصيغة فيكون أمام القوة السياسية المدنية أن تتحول هي إلى قوة عسكرية لكي تحمي رؤاها، وإلا فالوضع الطبيعي أن تتخلى كل القوة المسلحة عن سكة السلاح، وأن يحتكر السلاح للقوات النظامية الرسمية المعتمدة لدى الدولة. وبالتالي أنا في تقديري أن هذه الرؤية لا قيمة لها مهما يعني بدأ تزيينها أو يعني الترويج لها. وفي البداية كانت يعني الأسباب التي أوصلت إلى الحرب إنه قائد الدعم السريع أو قيادة الدعم السريع كانت تصير على أنها لا مانع لديها من الاندماج في القوات المسلحة، ولكن بعد إجراء عمليات الإصلاح بتنقية هذه القوات من فلول النظام البائد من الإسلاميين الموجودين داخل الجيش، بحيث إنه تكون هذه القوات تحت مظلة مؤسسة مهنية غير سياسية. إلى هذا الحد يكون مفهوم هذا المنطق.
أما أن يكون لديها رؤية سياسية بعد شعور قيادتها بأنها يعني في ميزان قوة يجعلها تفرض بعض الشروط، فهذا لن يساعد على الحل. عليها أن تحتكر لنفسها الموقف كقوة مسلحة تخضع لشروط القوات المسلحة ضمن الدولة وفق المعالجات التي يتفق عليها الجميع، وأن لا تقحم نفسها بأن تتحول إلى كتلة سياسية مسلحة في الوقت الذي يبحث فيه السودانيون ويناضلون من أجل أن تكون الممارسة السياسية ممارسة مدنية سلمية، ليس من بين أدواتها حمل أي بندقية في أي مسرح من المسارح. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي قدمنا فيها تعليق من الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، على خروج السيد عبد الفتاح البرهان من القيادة العامة وإعلانه على مواصلة الحل العسكري، وعلى الرؤية التي قدمتها قوات الدعم السريع لحل الأزمة بالسودان. بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.